توقعات الأبراج على ليوم هذا السبت 13 تموز إلى الجمعة 16 تموز، معالمة الفلك جمانة قبيسي وبرج الحمل. مولود الحمل حابب يعمل عملية تجميل، ولكن أشهر الشمس ما بتناسبه أبدا. لما مولود الحمل كان إن كان رجل أو امرأة، كمان الرجال عندهم أشياء ممكن يعملوها، فينتظروا بس هذه الأشهر شهر الشمس هذا يخلص، لحتى الأمور ممكن له بشهر 9 يأجل العملية إذا مش مضطر عليها. إذا مضطر ساعتها لا حول ولا قوة، مثل ما بقولوا عقلها وتوكل، دايما واحد يتكل على الله. بالنسبة لمولود الثور هالفترة كتير مزعوج، انت من عائلتك، من المسؤوليات اللي عم يقوم فيها، مش عم يقدر يلبي كل مسؤوليات عائلته، فعليه انه حدا يساعد مولود الثور معنويا اكثر ما هو ماديا، حتى يكون قادر يعطي، لانه حتى معنويا نفسيته عم تعكس على صحته وعلى جيبته بنفس الوقت. يعني مشان هيك اذا كان بده يعطي ببطل يعطي مولود الثور لما بتتعب نفسيته. بالنسبه لمولود هلا هلا جوزاء. مولود الثور بده يفسرها انه كيف هيك، لكن هو هيك. اذا واحد احيانا بيتعب نفسيا من هذا الشخص بس يشوفه لازم يعطيه، بس هو ما بقعد يحب يشوفه، لانه بصير التعب النفسي تعكس، بكون هو ما أصلا بده يعطيه، بس نظرته لإله كل شوي حضوره بيزهق خلص، بصير بحس إذا ما يشوفه يبعت له بكون أفضل. هو هيك نفسيته مولود أرطور، بس ما يشوف الواحد واقف له على واقف له ببيته والله يطلع بوجهه. بالنسبة لمولود الجوزاء في عنده مفاجأة عائلية، فرح عائلي بده يكون في فرح لأحد أفراد عائلته، وإذا ما كان الفرح لإله ممكن يكون معزوم على حفل زفاف، كمان عليه إنه يكون حاضر بهذا الزفاف، ممكن إذا كان عازب يتعرف على حدا، وممكن إذا كان مطلق كمان يتزوج مرة تانية يعني يلاقي شريك حياته. بالنسبة لمولود السرطان هذه الفترة عنده تنقلات كتير، عنده انتقالات من مركز إلى مركز، من عمل إلى عمل، من شركة إلى شركة، من بلد إلى بلد، يعني فينا نقول اسبوع تنقلات، ما في نحدد له وين هو راح يكون، لانه كل واحد حيكون بمسار مختلف عن مسار الاخر. يعني مش كل سرطان حيحمل الشنطه بروحوا نفس البلد او نفس المكان. بالنسبه لمولود الاسد يعني المكايد بعدها محاوطته، فخ عم يرصدوا له اياه، ان كان على الصعيد العملي، على الصعيد العائلي، على الصعيد الاجتماعي. عليه انه يكون حذر جدا جدا جدا، هلا مش كل ما يكف ما هو ماشي يتنقز او ينظر، لا، لكن عليه يحصن حاله، اما بصدقه اما ببعض القراءات، فهيدي اللي حتشيله من الاشياء المكائد اللي عم تتحضر له لمولود الاسد. بالنسبه عذراء. لمولود العذراء انفراجات ماليه، وهالانفراجات في مساعدة من أهله وفي مساعدة من بعض الأصحاب، لأنه في عنده شغلة مهمة بده يقوم فيها ما عم يكفوه، ممكن شراء محل أو شراء عقار أو عملية مثلا، لأنه في شغلة مهمة كتير لمولود العذراء. بالنسبة لمولود الميزان مفاجأة كمان عاطفية، الحبيب بيعود لإلك من الماضي وراح ترجع تعيش قصة حب جديدة، وراح يكون مبسوط بحياته. بس كتير من مواليد الميزان راح يدخل مولود جديد على بيته، ممكن يكون صبي اكثر ما هو بنت، لانه اكثر مواليد الميزان اذا كان اول ولد اكثر شيء هن بالرزق، والعلم عند الله دائما بالرزق بولد، مع انه هن على عكس ذلك بحبوا البنت مواليد الميزان كان رجل او امرأة. بالنسبة لمولود العقرب العقرب بعد الهدية بيحصل عليها هدية ثمينة بتوصل له من برا، وهالهدية بتفاجأ من الشخص اللي بعت له اياها، وبعض كمان الاتفاقات رح تكون عنده بنص لهالاسبوع، او عروضات لاتفاق عمل ما، فانا بقول له ياخذ هذا العمل، لانه لو كان مش مثل ما بده اياه يمكن هالباب يفتح له باب اكبر، أعمال جديدة وأعمال مهمة أكبر. بالنسبة لمولود القوس عايش بكآبة هيدي الفترة، إذا كنت مكتئب عليك إنك تحط مي ورد وثلج بكباية، شوية مي ورد وثلج، وعلى مدة أسبوع كل الشرايين جسمك تفتح، لأنه بس سكر الشرايين تعمل له هيدي الحالة إنه هو ناري، وهي الأعصاب تضرب على الشرايين بتسكر كل الأعصاب الجسم،
بالشرايين، فمش هيك بيصير عنده هذه الحاله الكآبه. فعلى كل مواليد القوس اذا حسوا بهذا الشيء يروحوا للمهدئات، يروحوا لهي الطريقه. بالنسبه لمولود الجدي صحته على احسن ما يرام، اموره ميسره ماديا الحمد لله. في بعض التعويضات لكثير من مواليد اللي عم بعطي لك الواحد شوي، لانه كل واحد بيختص باشياء، فبعض التعويضات الماليه ممكن ياخذها من اعمال قديمه قام فيها مولود الجدي. مولود الدلو عليه انه يفتح جيبته شوي لافراد عائلته، لانه بحاجه لمعونه مولود الدلو، وانت ما شاء الله هلا مرزوق هيدي الفتره. بالنسبه لمولود الحوت ما تصدق كل شيء بتشوفه بعينك، صدق كل شيء بتسمعه، لانه احيانا العين بتخيب الامل الشخص، لكن الكلام اللي بتسمعه من نفس الشخص اللي عم يحكي اكيد عم تسمع مظبوط.